اليوم حنا في المؤتمر الرابع ديال المدربين الرياضيين الفرديين او الجماعيين. في المداخلة تكلمنا على الناس المختصين تكلموا على اللياقة البدنية. انا تكلمت بالخصوص على اللياقة الذهنية اللي اذا ما كانتش ما نقدروش نوصلوا لذاك التألق او لا بيرفورمانس دوموندي شي لو سبورتيف دو نيفو. دونك اللياقة البدنية الذهنية شنو كتعني؟ كتعني على الانسان راه في الرياضة كما في ميادين اخرى انه كيعيش تحت ضغط. إلا ما عندوش وسائل وأدوات باش يقدر يدبر هذيك الضغوط ويقدر يدبر التوتر اللي كينتج على هذيك الضغوطات غادي يصعب عليه على أنه يتماشى مع الجهد ويوصل لهذاك المستوى اللي باغي يوصل ليه ديال التألق. إذن الإنسان اللي كيبغي يكون في واحد المستوى عالي من الرياضة خصو يكون عنده أدوات باش يقدر يدبر يعني هاد الضغوطات، يقدر يجيري لو كومبورتمون ديالو اللي كيكون ناتج على مشاعر معينة، يقدر هاد المشاعر يعرفها فين 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 يعني البؤرة ديالها، إما ناتجة عن جمهور اللي كيطالب بواحد المستوى، اما المانجمنت اللي ما كيكونش مواكب، اما العلاقات الانسانيه اللي عنده مع الفريق ديالو. الا كنا كنتكلموا على لعبه يعني جماعيه بحال رياضه كره القدم او غيرها، فضروري الانسان يكون عنده ادوات باش يقدر يجيري ليطا انتيريور ديالو، يكون دون سون ايكيليبر باش يقدر يكون انتاجيه قويه وجيده باش يوصل للمستوى اللي كاين. إذا اللياقة البدنية زائد اللياقة الذهنية تقدر توصلنا لمستوى عالي من الأداء الرياضي.